400 دولار. قلبت على الوش التاني، والشرشحة المصرية ظهرت على أصولها، خلت كل واحد يحط لسانه في بقه بالذوق والأدب بعد ما كانوا السبب في الحسد ووقف الحال. الناس نكشوها فتفاجئوا برد فعلها. أم جنى خرجت عن المعقول ولسانها فلت منها، وندمت كل اللي وقف قصادها على اليوم اللي فكر فيه يعمل كده. يا ترى مين اللي نكشها؟ وإيه علاقة أختها بأرباح القناة بتاعتها؟ ومين اللي بيوقع بينها وبين أختها بالشكل ده؟ واللي قالت أنا ما بحبش إلا نفسي؟ كل التفاصيل دي وأكتر هتعرفوها معانا في الفيديو ده. ربنا هيقبل صيامكم ازاي وانتوا بتتكلموا في سيرة الناس؟ الحكاية بدأت لما المتابعين نكشوا أم جنى وقالوا لها انت بتتسولي، وعلشان هي ملهاش في المشاكل والكل يعرف عنها كده كان لازم المرة دي ترد. قالت لهم أنا عايشة في خير جوزي، واللي على راسه بطحة يحسس عليها يا أخويا انت وهي. أم جنى بنت أصول وبتحب الخير لكل الناس وبتساعد الغلابة. اللي عصبها أكتر الكلام اللي اتقال لما عملت قناة على اليوتيوب لأختها أم مشروق، وعدد متابعينها زادوا واتشهرت وبقت بتنافسها. في ناس حاولت توقع ما بينهم وقالوا لأم جنى أختك لهفت المتابعين منك، وده اللي خلاها تطلع ترد وهي متعصبة جدا، وقالت أنا فتحت الأخت باب رزق، ساعدت أختها علشان هي عندها 5 أولاد عايزين ياكلوا ويشربوا، وده من مالها الخاص ومحدش ادها جنيه وهي مش مستنية حاجة من حد. أما الناس اللي بتقول تسول فهم حاقدين وأعداء النجاح، لأنها بتقدم محتوى ترفيهي وعمرها ما قبلت مساعدة من حد. هي شايفة إن الناس اللي هدفها تبطل شغل بياخدوا فيديوهاتها. إزاي ربنا هيقبل صيامكم وأنتوا بتاكلوا في لحمي؟ بتجيبوا في سيرتي على طول ليه؟ ده كلام أم جنى. أما بالنسبة للناس اللي اتكلمت على فلوس أم شروق، فهي قالت أرباحها كانت 400 دولار وأختي اشترت بيهم تلاجة. أم جنى عملت خير، لكن في ناس ما بتحبش تشوف الناجحين. الحسد كسر رجل الجمل. أم جنى وأختها بيعانوا من عيون الناس، وكل شوية تحصل مصيبة شكل وحالهم في النازل. وقناة أختها كانت نحس عليها علشان العين لقطتها، وأول ربح خدوه اشتروا بيه تلاجة، لكن سواق العربية اللي بينقلها للشقة كسرها، وكل لما يصلحوها تبوظ تاني وكأن عفريت لبسها. هما بخروا المكان واستعانوا بالجيران علشان يساعدوهم، واللي قالوا لهم ما تطلعوش أسراركم لحد. كمان قعدوا يقولوا لهم ايه اللي عرف الناس انكم اخوات. اما الناس اللي بتنكش وراهم علشان يعرفوا يشتروا ايه الايام اللي جايه، فهم ناويين يشتروا انتريه واحتمال يشتروا شقه تانية جديده، وده ما حدش يعرفه. بس يا ترى المره دي ايه اللي ممكن يحصل لهم؟ معروف عن ام جنى طيبتها وحنيه قلبها وخفه دمها. هي بتعمل فيديوهات كتير ومسمياها يوميات ام جنى، اولادها بيظهروا معاها في الفيديوهات، وكمان هي بتقدم محتوى متنوع، بتطبخ وبتعلم الستات وبتقدم ترفيه وكوميديا لذيذة، وبتنصح كل بنت تقف جنب جوزها وما تسيبش الحمل كله عليه. شايفة الكل المفروض يعمل زيها ويساعده في مصاريف البيت بأي طريقة، وشعرها في الحياة الإيد الشقيانة شبعانة. أم جنى بتحلم تساعد كل المساكين والمحتاجين. في ناس قالت عنها ست طيبة واللي في قلبها على لسانها، وفي ناس بيعتبروها أفضل تيك توكر في مصر. يا ترى أنتم إيه رأيكم في أم جنى؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.